حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطلع عليكم بمجموعة من الأخبار والمواضيع اللي بناها لكم من كافة إمارات الدولة بشكل عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. مسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي مروة. حياك الله يا مروة. يسعد مساك يا علي ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعون اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم بنتم وياكم لنا الساعة 8:15 يا علي. إن شاء الله 8:15 إن شاء الله. أنا دوم عندي مشكلة في الوقت لكن علي وعبد العزيز وسهام دوم يصححون دوم لي في الأوقات. لازم تعتمدين على نفسك ما تعرفين المشكلة الساعة دوم لازم الواحد يعني تتقدم وتتأخر بدي البطارية إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا واكيد مواضيعنا متنوعه مروه والمخرج يصحح لك 8 و10 خلاص 8 و10 فلا تدخل يعني يعني انا كريمه والمشاهدين يستاهلون يا مخرج. الموضوع عموما اكيد مواضيعنا متنوعه مشاهدينا الكرام واكيد ان شاء الله كلها ايجابيه وبنبدا وياكم طبعا من منتدى الذكاء الاصطناعي حيث اختتمت الخميس الماضي فعاليات منتدى الذكاء الاصطناعي في دبي الذي ناقش على مدى يومين استراتيجيه الذكاء الاصطناعي في كافه القطاعات طارحا افكارا لتنفيذ التكنولوجيا المتقدمه والذكاء الاصطناعي في العمليات التجاريه اليوميه بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدوله للذكاء الاصطناعي وبمشاركة 350 من قادة الصناعة العالميين من القطاعين الحكومي والخاص وذلك في فندق العنوان بدبي. وأجمع المشاركون في المنتدى على أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لن طبعا يهمشا دور البشر ولن يقضيا على الوظائف بل طبعا ستخلق فرص واعدة جديدة للأجيال الجديدة ومهنا لم يألفها العالم من قبل. وموضحين أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة الجهات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يليه الحكومي والصحي وأيضا تجارة التجزئة متوقعين تحويل 250 معاملة ورقية في القطاعات الحكومية إلى أتمتة بنسبة 50% وفي غضون العامين المقبلين. وأيضا أكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي ليس محصورا على التكنولوجيا منوهين إلى وجود نقص كبير في الكفاءات البشرية حيث أن دراسات متعددة تشير إلى أهمية أن يعمل العقل البشري جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي وأن هذا الأخير لن يغيب دور الإنسان بل سيخلق فرص عمل أكبر بثلاثة أضعاف من وظائف الوقت الراهن. وكشف عبود غانم نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ألتيركس عن مشروع جديد سيطبق مع أحدى جهات بالدولة يعنى بقراءة صور الطائرات من دون طيار لتحديد أماكن حقول الألغام. وأوضح أن دبي تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات فيما تشكل الاستثمارات الأجنبية في الإمارات نحو 21 مليار دولار خلال الفترة بين 2015 و2018 وأن حجم إنفاق الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي يقدر ب 42 مليون دولار من أصل 290 مليون دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأفاد بأن الذكاء الاصطناعي يستخدم في إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية في التنبؤ برغبة الموظفين من طبعا الاستقالة مما يخفف نفقات التشغيل وأيضا التوظيف وإعداد تقارير مالية شهرية وأيضا تحليل الإحصائيات للمسافرين بين أو كل 5 دقائق من أجل تسريع عملية رحلة المسافر وتفادي الطوابير والازدحام ومساعدة المصارف أيضا على التنبؤ بقيمة النقد المسحوب في أجهزة الصراف الآلي وغيرها. فعلا يا علي. وأيضا في حلقتنا اليوم في مواضيع متنوعة وبنبدأها بحملة الكرنفالات في المواقع الإنشائية وبنسير ليوم المجتمع المفتوح وبنتحدث أكثر عن مبادرات جمعية الشارجة الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري وأيضا إلى اليوم العالمي للعلاج الطبيعي وبنختم حلقتنا بآلة الجيتار ونشأتها بإذن الله. بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولكن بشو بنبدأ يا علي؟ طبعا بنسير وياك مروة أيضا مع المشاهدين إلى هذا الموضوع لبلدية مدينة أبوظبي اللي حررت 56 انذارا بهدف تعزيز طبعا مشاهدينا متطلبات البيئه والصحه والسلامه الخاصه. بلديه ابو ظبي حررت طبعا 56 انذار وذلك من خلال حملتها على الكرفانات في المواقع الانشائيه. المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف المهندس خالد خميس المرزوق رئيس قسم التفتيش في اداره البيئه والصحه والسلامه في بلديه مدينه ابو ظبي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا
يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك معنا مهندس خالد. بداية نود التحدث معك عن حملة الكرنفالات في المواقع، عفوا هي الكرنفالات أو الكرفانات في المواقع الإنشائية. طبعا من منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي لتوفير أفضل بيئة عمل صحية وأمن للعمال، نظمت إدارة البيئة والصحة والسلام حملة تفتيشية على الكرفانات في قطاع بناء والإنشاء، واستمرت الحملة 5 أيام وتم تغطية العديد من المناطق مثل جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة وشاطئ الراحة. نعم أستاذ، خبرنا أكثر عن أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام أكيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة. طبعا أكيد حفاظنا على سلامة العمال والعاملين في المواقع الإنشائية. يتعين على المقاولين والمستشارين الالتزام بالقوانين المعمول بها وأخذ الاعتمادات اللازمة بشأن الكرفانات، وكذلك عمل تدريب للعمال تقليل المخاطر الناتجة عن الحرائق. نعم. نبدأ أيضا عن الحملة التفتيشية التي قامت بها بلدية مدينة أبوظبي التي استمرت لمدة 5 أيام على العديد من المناطق. ما هي هذه المناطق وما هي تفاصيل هذه الحملة؟ طبعا تحرص البلدية على تعزيز الوعي ورفع مستوى قطاع البناء والإنشاء، وكذلك تطلق إدارة البيئة والصحة والسلامة الحملات التفتيشية على المواقع الإنشائية، حيث نظمت حملة على الكرفانات تتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بالكرفانات، وتتأكد من التزام المقاولين والمستشارين بالقوانين حفاظا على العمال وتقليل المخاطر. وأسفرت الحملة عن توجيه 56 إنذار و4 مخالفات. خبرنا أكثر عن مدى التزام بلدية مدينة أبوظبي بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم أيضا. تسعى البلدية نحو توفير أفضل بيئة عمل وتكون صحية وأمنة لضمان سلامة العمال أثناء أداء المهام، وتتأكد من تطبيق القوانين واتباعها من قبل المشرفين على المواقع عن طريق الزيارات التفتيشية والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الزيارات. نعم مهندس خالد، ما هي الملاحظات أو التوجيهات التي قدمتها بلدية مدينة أبوظبي بهدف تحسين وأيضا تأمين الكرفانات في مواقع العمل وأيضا التقيد بمتطلبات الصحة والسلامة؟ خلال الحملة سجلت البلدية بعض المشاهدات والملاحظات، مثل عدم تأمين نظام مكافحة الحرائق أو عدم وجود مخارج للطوارئ، وكذلك عدم وجود سجلات التدريب على الإخلاءات في المواقع. نعم. دور بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على الصحة العامة؟ حسب الخطط المعتمدة تقوم البلدية بالحملات التفتيشية لضمان حماية العمال والتأكد من التزام المقاولين والمستشارين، وتستند البلدية في الحملات على القوانين الخاصة بالبناء والمظهر العام وأدلة الممارسة المعمول بها كذلك في الإمارة. نعم، كنت ويانا عبر الهاتف المهندس خالد خميس المرزوقي رئيس قسم التفتيش في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي. شكرا على المداخلة وعلى المعلومات اللي زودتنا فيها أيضا. العفو، يعطيك العافية. معرض يهدف إلى التوعية بقيمة الحياة البحرية، يقدم إيماجينرم سلسلة من الأعمال الفنية لتوعي المجتمع بالدور المهم في المساعدة لحماية وعناية كوكبنا الجميل، ويشمل معروضات 12 فنان موهوب يترجمون الموضوع بأساليب مميزة وفريدة. خلونا نشوف فيها بعض هذا التقرير. في هذا العام، عام التسامح 2019، في هذه السنة سنة الأخوة الإنسانية، وفي هذا المكان الذي يحتوي هذا المعرض الرائع، هذا المعرض الذي طبعا يتحدث عن التخيلات في ما تحت المحيط أو فوق البحر أو يعني ما نسميه حقيقة، يعني الطريقة التي يتفاعل فيها الفنانين الذين يعيشون على الساحل. هذا المعرض الذي طبعا فيها الكثير من الدلالات الجميلة والألوان الرائعة وانعكاس الروح الإيجابية لكل يعني خلونا نسميها لكل من يحيط في هذه البيئة الإيجابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن حقيقة نفتخر في وجود مثل هذه المعارض التي يشارك فيها العديد من الفنانين من أكثر من 190 دولة حوالي العالم. يعني معرض اليوم الذي أنا شخصيا حضرته عبد الله من الأنا فيه 12 فنان
فنان تشكيلي وأكثر طبعا من 60 لوحة، الفنانين التشكيلي من مختلف دول العالم، وكلهم طبعا يقدمون إبداعاتهم ويقدمون الروح الإيجابية وروح السعادة وروح التسامح والاختلاف، طبعا الاختلاف في الأفكار ولكن التوحد في الإخوة الإنسانية. تراث المجتمع الإماراتي وتاريخ مرتبط بالحياة البحرية، الأعمال الفنية تذكر المجتمع الإماراتي بهذا التاريخ وبضرورة حماية الحياة البحرية. أعمالي تعكس جمال المخلوقات البحرية، حاولت أن أركز على جمال الألوان في هذه المخلوقات. أنا أرى أن الأعمال تتماشى مع رؤية ورسالة هذا المعرض، وهذا فخر لي أن أساهم في توعية المجتمع. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في برنامج 7/7. نظم مطعم وكافيه سيلرز بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية يوم المجتمع المفتوح عصر يوم الجمعة الماضي، حيث قامت أكثر من 40 مؤسسة وشركة بعرض منتجاتها وتقديم عروض خاصة. للتعرف أكثر المزيد ويانا الحين نرحب بالأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والأستاذ عز الدين بن عبد المجيد زمال مدير مطعم وكافيه سيلرز بالفجيرة. يا هلا مرحب فيكم، نورتونا أستاذ محمد. أستاذ حياكم الله، سعيدين جدا بوجودكم. يا هلا مرحب فيكم. أهلا بيكم، مشكورين. خبرونا أكثر شو الأشياء اللي قدمتوها في المطعم والكافيه مع نادي الفجيرة للرياضات البحرية؟ بصراحة المرة الفكرة جت من مطعم وكافيه سيلر، طبعا بتعاون تنسيق مع الأخ عز الدين. عز الدين له باع كبير في المطاعم وشغال في أبوظبي ودبي والإمارات كلها، وحتى عنده خبرات على مستوى دول الخليج، فهذه أنا أعتبرها مكسب للنادي الفجيرة دول الرياضات البحرية، وكذلك مكسب لإمارة الفجيرة أنه نطرح مثل هالأفكار. نعم. إحنا سابقا في نادي الفجيرة نظمنا فعاليات مجتمعية، طبعا ندعو المدارس لزيارات، ندعي العائلات، ولكن المره كان على مستوى اكبر وافضل ومن ناحيه تنظيميه، لان الخبره لها دور. صحيح. نعم ما شاء الله. ايضا بالنسبه للاستاذ عز الدين، بغيت اعرف ونعرف المشاهدين بدوركم انتم كمطعم في المشاركات المجتمعيه وخاصه في تنظيم اليوم المفتوح للمجتمع. والله مطعم السيلرز ومش هو متركز على انه مطعم بس، احنا لما ركزنا مطعم السيلرز انه الناس ملتقى للمجتمع كله. نعم. بجميع الشرائح. احنا فكرنا انه نسوي يوم مفتوح للشركات تعرض خدماتها. نعم. وللزوار، وهو كانت فكره حابين نسوي فكره كبدايه نجرب بها تجربه، لكن الحمد لله كانت في معناتها كانت ناجحه جدا. كما تكرمت أكثر من 40 شركة قدمت خدماتها، قدمت تخفيضات، أدت هدايا للزوار، كما سوينا سحب للزوار. الشركات كانت شركة سيارات، كانت فنادق، كانت شركة عقارات، كانت مستشفيات، كانت عيادات طبية، كانت صالونات، كانت عدد كبير من الشركات تنوع. والزوار كان في حدود معناتها كبداية إذا كان في حدود 1500 زائر، يعني ما شاء الله. معناتها بدينا من الساعة 4، ومن الساعة 4 بدت الناس تيجي، وإحنا كنا نشتغل عليها من شهر 6 اشتغلنا على الموضوع. حبينا نجرب نشوف يعني هيك تجربة، نشوف الشركات تتعرف على بعضها وتجي، وعندنا وإحنا عدنا مكان في الفجيرة، في انه النادي البحري انه افضل مكان موجود في الفجيره، يعني. نعم. لازم الناس هذيك تكون هذيك وجهه للناس كلها، وجهه حتى مش وجهه للناس اللي عايشين في الفجيره، حتى وجهه. نعم. من الناس، نستقطب ناس من برا، تجي من دبي، تجي من الشارجه، تجي من ابو ظبي في الويكاند. وقمنا جبنا كمان بلوجرز من دبي معروفين. بلوجرز معروفين باش نسوق. اولا مو تسويق بس للمطعم، هو تسويق للنادي، تسويق للفجيره بصفه خاصه. الناس احنا في الفجيره، احنا شو عندنا في الفجيره؟ لما الناس تيجي الفجيره عندنا في عندنا شيء كثير نسواها. الناس الفجيره تروح في الويكند، تروح لابو ظبي، تروح اماكن ثانيه. نعم. احنا عندنا اشياء نسواها. نعم. والحمد لله انه كان تجاوب كبير، وهذا يرجع لفضل الله سبحانه وتعالى والمجر احمد ابراهيم
أدعمنا معتها بأي فكرة معتها ما يقصروا ما يقصروا. أستاذ أحمد، شو رؤية النادي في المشاركة بهذه الأنشطة الاجتماعية؟ طبعا أنا أعتبر هذه رؤية يعني رؤية سليمة، ورؤيتنا القادمة أنه ننظر إلى المجتمع ونجعل الفجيرة كوجهة سياحية. ونادي البحري طبعا احد الجهات الداعمه لهذه المشاريع مثلا، نعم، بالتعاون مع الاخوه في هيئه الفجيره للسياحه، انه الفجيره صار اليوم وجهه سياحيه بحريه. اليوم لله الحمد احنا بفضل الله ومجهود ودعم من سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه، نعم، وجعلنا الفجيره وجهه سياحيه من ناحيه صيد السمك، صحيح، نعم، عالميا يعني، نعم، وجعلنا الفجيره وجهه سياحيه للغوص، وفي مشاريع ان شاء الله احنا هذه الجهات. ولكن اضافه هاي صارت اضافه زياده مثل ما تفضل الاخ عز الدين، انه نجعل الفجيره وجهه سياحيه لكل الناس المقيمين، نعم، في دوله الامارات من خلال استقطابهم بعده طرق يعني، نعم، مثلا 40 شركه لاول مره. اوكي احنا طبعا هاي تجربه عملناها بالطريقه هذه، وفي سلبيات وفي ايجابيات، نعم، من ضمن السلبيات الجو كان ما ساعدنا شويه، خاصه الشركات اللي عارضه برا، نعم، كان جو حار، الجو جو رطوبه وحار شويه، نعم، عرفنا هالمشكله هذه، مستقبلا هنا يعني نتفادى الشيء هذا ونتفادى الشركات اللي هي طبعا معروضاتها كانت مش كويسه، لكن الحمد لله اليوم شيء جميل، نعم، جميل جدا. نحن بنشوف معاكم مع المشاهدين بعض يعني مقتطفات للمعرض ان شاء الله، وبعدها راجعين باذن الله تعالى نشوف معنا. طبعا شفنا معاكم مع المشاهدين هذه الصور الجميلة والحضور الرائع، وأيضا ما شاء الله شركات سيارات وشركات عديدة كانت حاضرة. أستاذ أحمد وأستاذ عز الدين، أبا أتكلم عن معك طبعا عن أستاذ عز الدين عن وجود هذه الشركات واندماجها مع بعض وحضورهم مع بعض وعرس لهم مع بعض، لا شك أنه يعطي عامل جذب لكل حتى اللي مار واللي ما يعرف عن فعالية ينجذب فبيدخل وبيشوف شو المقدم. خبرنا عن وجود شركات بحد ذاتها مع بعض، كيف كان التعامل مع بعضهم البعض؟ والله التعامل كان إيجابي للغاية، إنه الشركات معناتها مش وكل حدا جالس في مكتب ومش عارف شو صاير، نعم، ناس تجتمع مع بعضها، كانت فرصة إن قدموا شو اللي عندهم، شو الأفورات اللي سواها، شو الأفكار، قسموا الأفكار يعني، وعديد منهم يعني أول شيء سووه يعني متى نسوي الثانية يعني، هم بعد الفكرة كعجبتهم متى يعني متحمسين على المرة القادمة، متحمسين على المرة القادمة، نعم. كشركات إنه مثلا ديك مثلا شركة المستشفيات والوحدات الصحية، نعم، لما قدموا كل حدا قدم أفضل ما عنده، في تنافس في تقديم العروض، في تنافس تقديم، ما انت عندك مو عندك مثلا مستشفى بس، عندك كم من جهه تروح لها، صحيح، كل حدا اعطى الافضل اللي عنده، كل حدا شو مع هذه تخلق منافسه، صحيح. المنافسه اولا تتركز انه احنا كاشخاص ننتفع من التنافس، انه كل حدا يدي اكثر ما عنده، ما معناتك كالقيمه معناتك كل حد يدي اكثر معناتك في التنافس، معناتك احنا الجوده معناتك كناس احنا نفتشوا على الجوده وتنافس حتى في الاسعار يعني، رائع جدا. مثلا هم شو قدموا معناتك حتى قدموا للزوار ادوهم تخفيضات، نعم، فوتشرات تخفيضات، نعم. في معناتك فنادق قدت غرف سوينا بخصومات ولك سوينا كمان سحب،
رائع. لما اي من الجمهور يجي له رقم وبعد نسوي سحب، سحب على سحب كان معناتها الناس كانت متجاوبه جدا. في غرف معناتها وان نايت فري، معناتها الليله معناتها يروح للفندق معناتها يستمتع بالمسبح او يستمتع بالمجانا. المستشفيات ادت معناتها فري استشارات مجانية، معناتها مجانا. الحاجه الحل الاهم ان السيارات شو سوت العروض الحين، اي 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 معرض سيارات تروح فيه عروض، لكن سووا عروض خصيصا بالفعاليه. معناتها لما تسوي ما تحجز السياره ما تشتري من بصيغه تحجز السياره يدوك خصم زياده شيء مش موجود في المعرض يعني. وهذا شيء صرت انافس بينهم يعني. رائع جدا ما شاء الله. استاذ احمد، اكيد في هذه الانشطه الاجتماعيه اكيد في فعاليات ترفيهيه ايضا للاطفال، كيف الاطفال كانوا في خلال هذا اليوم المفتوح؟ طبعا اليوم المفتوح كان هذا يعني ليس مقتصر على الكبار مثل ما تفضلت، الاطفال كانوا لهم نصيب. طبعا العوائل لما تيجي لازم يجيب اطفالها معها، فوفر لهم العاب مثلا لهم، بالاضافه الى الحنه ورسومات على الوجوه ورسومات يعني مرسم حر لهم. نعم. مشروبات مجانيه لهم. نعم. شغله ايس كريم شغله يعني تعرف يجذب. نعم. الاطفال حلويات، هذه بحد ذاته يجذب الاطفال مستقبلا. ولما الطفل يروح لنفس المكان اكيد ولي امر بيجي معه. نعم صحيح. فكان جميل جدا صراحه. جميل جدا. استاذ احمد، بالنسبه لتنظيمكم انتم كنادي لرجال الرياضات البحريه، ربما يعني الشخص لما يسمع العنوان او اسم يعني المؤسسه يقول هي متخصصه في رياضات بحريه فقط، ولكن اليوم نحن نشوفكم دوركم الاجتماعي قاعد يتوسع، قاعدين تفيدون المجتمع في اكثر من جانب، ومن اهمها طبعا هذه الفعاليه الاخيره. من خلال هذه الفعاليه ما هي الايجابيات التي يعني خرجتم بها واستفدتم منها، وايضا فتحت لكم ابواب لكي تقومون بفعاليات في المستقبل ان شاء الله؟ ايجابياتها كثيره. افضل ايجابيه ان جمعنا 1500 شخص خلال 6 ساعات في نفس المكان. نعم. ومن مختلف الامارات ومن مختلف الشرائح ومن مختلف الجنسيات، هذا بحد ذاته نجاح كبير. والشيء الاهم من هذا انك انت اليوم فتحت افاق جديده للعارضين. يعني الجهات اللي صراحه بامانه انا عن نفسي في جهه عندنا بالفجيره موجوده، انا ما منع بها دعايه، لكن انا اول مره اعرف عنها، صار تقريبا حوالي 6 شهور. نعم. في منه صار لهم شهرين ما نعرفه. نعم. انا شخصيا وانت المقيم ما تعرف. صحيح. لكن لما يحضروا في معرض مجتمعي العالم كله تعرف عنهم. وبعدين الاهم من هذا لما انت تعمل سحب، تعمل. نعم. عروض، تعمل كذا، تجذب الناس. ومثل ما تفضل عزتين يعني اليوم احنا عندنا اشياء كثيره بالفجيره نقدر نقدمها للمقيمين للزائرين. نعم. اليوم احنا الويكند بالذات لاماره الفجيره مشهوره سواء حتى في الصيف او في الشتاء. نعم. ان احنا صارت وجهه سياحيه لجميع شرائح المقيمه في الدوله. نعم. استاذ عز الدين، شو هي الشركات، شو العروض اللي قدمتها؟ والله العروض اللي قدمتها سووا التخفيضات. نعم. معناتها التخفيضات اكثر من التخفيضات موجوده مثلا في المعارض. نعم. في عيادات ادت معناتها فري، معناتها حاجات معناتها يروحوا يسووا تشيك اب معناتها. نعم. شركات السياحيه، في شركات سياحيه زاد قدمت عروض انه. نعم. تروح ديزيرت سفاري معناتها ببلاش. سووا تخفيضات، ادوا تخفيضات 20-25% تخفيضات اكثر من التخفيضات الموجوده في الموجوده عندهم في المعرض ولا في اي مكان يشتغلوا فيه. نعم. معناتها كل ودت هدايا، معناتها هدايا، معناتها هدايا لكل زائر، كل زائر. نعم. دخل هناك موجود اخذ هدايا. شو هي الشركات اللي كانت عندهم عروض، او شو الشركات اللي شاركت في هذا اليوم المفتوح؟ والله هي شركات كثيره، اقدر احكي اسامي الشركات عادي؟ ايه لا تفضل. في مستشفى الشرق. نعم. فيها فندق الكونتيننتال. نعم. في فندق بلو دايموند، فيها اميريتس هوسبيتال، في ايجل هيلز الشركه العقاريه. نعم. فيها استر كلينيك، فيها سويدن السيارات. نعم. فيها نيسان. ما شاء الله العديد. بيبسي. لا قطع الحديث عز الدين، اللي حضر كان بامكانه يعمل فحص
ضغط سكر مجانية لكل اللي حاضرين. هذا كان أحد الشيء يعني يستفيد منه الواحد ما يعرف يقول أنا جرب نفسي. وبالإضافة للكوبونات اللي قدمتها صراحة كوبونات جميلة، مثلا في مثلا واحد يعمل غسيل سيارات مجانية، عندك مثلا تشيك اب السيارة مجانية، تروح تشيك اب في المستشفى تعمل مجاني، أشياء كثيرة هذه تفيد الناس. وبالإضافة تفضل الأخ عز الدين هدايا عينية كانت موجودة مثلا خاصة اللي شفت الصالون مثلا مقدمين اشياء كانت جميله صراحه فعلا. ومع كل هذا احنا قدمنا كسيرفس، قدمنا انه الساعتين اول ساعتين اكل مجانا مجاني، والميه والمشروبات كلها مجانا على طول. اهتميتوا بجميع المشاركين في هذا النشاط الاجتماعي. ما قصرتوا استاذ احمد. ان شاء الله فعالياتكم القادمه والتي ستكون ايضا مجتمعيه ما هي؟ احنا الفعاليات القادمه ان شاء الله تعالى يعني كبيره عندنا في نهايه اكتوبر بطوله العالم او بطوله الجيرة الدولي للصيد، هذه من احد الروزنامات المؤكده ان شاء الله باذن الله تعالى وتحت رعايه كريمه من سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه. قبل هذا احنا عندنا حاله تجهيز وتركيز على اكاديميه الفجيرة للناشئين، وشغالين مع هيئه الفجيرة للسياحه اساس يكون في جذب السياحه ونعمل نشتغل اكثر على مستوى ان نجعل الفجيره وجهه سياحيه لكل الرياضات، يعني ليس الرياضات البحريه فقط، حتى الرياضات الاخرى وجهه سياحيه وجهه علاجيه حتى الفجيره، لان عندنا مجموعه مستشفيات وعيادات من افضل ما يمكن، وعلى فكره اسعار مقارنه بباقي الجهات الاخرى والجهات الاخرى. فهذه احنا ان شاء الله شغالين عليها. وصراحه اليوم مثل ما تفضلت المطعم وكافتيريا سيلر في النادي هذه اضافه جديده لنا على اساس مستقبلا نعمل توأمة معهم الى اكثر تعالى. وان شاء الله الجاي افضل. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. واضافه شويه بعطيك انه سيلر كان الاول على مستوى الشرق الاوسط كمطعم وكافتيريا في بث الرياضي. جميل. تشوف الدرع اللي موجود عندك هذا يعني الدرع. الدرع الحصري على مستوى الشرق الاوسط ما شاء الله. ما شاء الله فهذا يعني نعتبره اضافه جديده للفجيره يعني ليس للنادي. ونحن نشكرهم مره ثانيه على دعمهم المجتمعي ودورهم بصراحه، لان يعني عفوا قلما نجد بعض يعني بعض الجهات الخاصه التي تقوم برعايات مجتمعيه، ولكن نحن نشد على ايدك ونشكرك على طبعا هذه المبادره الرائعه بالتعاون مع جهات طبعا حكوميه وشبه حكوميه. شاكرين لكم حضوركم معنا الاستاذ احمد ابراهيم البلوشي مدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحريه، وايضا الاستاذ عز الدين بن عبد المجيد زمال مدير مطعم وكافيه سيلر بالفجيرة. شكرا جزيلا لكم. شكرا يعطيكم العافيه. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، ولكن نطلع لهذا الفاصل بعد راجعين، خلكم ويانا. الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، مكملين فقراتنا وياكم. والحين بنروح لمبادرات جمعية الشارجة الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذ علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الشارجة الخيرية. هلا ومرحب فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خبرنا أكثر، تفضل. حياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. ومساك يا رب. خبرنا أكثر عن مبادرات جمعية الشارجة الخيرية بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري داخل الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعية الشارجة الخيرية هي أحد الأدرع الرئيسية للعمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وكما تعلمون فإن دولة الإمارات تبوأت على صدارة الدول المانحة العام الخامس على التوالي كأكبر مانح في مختلف دول العالم. نعم. للأعمال الخيرية والإنسانية. صحيح. طبعا جمعية الشارقة منذ إنشائها قبل 3 عقود دونت تاريخا من العطاء الممتد سواء داخل الدولة أو خارجها. نحن مثلا في دولة الإمارات نغطي 5000 أسرة، هذه الأسر محشومة ومحترمة ومقدرة، لها حقوقها ولها واجباتها، نحن نقف معهم نساعدهم في كل مختلف أنحاء حياتهم، في التعليم، في الصحة، في الإيجار، في الكهرباء،
في تذاكر السفر، في كل ما يحتاجونه. صحيح. نعم سيد علي. نعم نعم. وأيضا الجمعية ما شاء الله يعني بداخل الدولة لها عدة أنشطة. نعم. منها الزواج الجماعي، نحن في شهر 4 الماضي زوجنا 65 عريس ما شاء الله من ذوي الدخل المحدود، والذين لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات الزواج احتضنتهم الجمعية، قامت بتزويجهم، أقبل لهم حفل بهيج حضره ولي عهد إمارة الشارقة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعدد كبير من أعيان وكبراء البلد. نحن أيضا العام الماضي أوفدنا، أو في هذا العام أوفدنا 1500 معتمر، كما أوفدنا 150 حاج إلى الأراضي المقدسة، تحملنا كل تكاليفهم. نحن هنا أيضا داخل الإمارات نعالج المرضى، ندفع إيجار الكهرباء، نساعد طلبة العلم ونساعدهم في إكمال تعليمهم سواء طلبة المراحل الدراسية أو في الجامعة. نعم سيد علي، ما هي مبادرة جمعية الشارقة الخيرية أيضا خارج الدولة بمناسبة هذا اليوم، اليوم الدولي للعمل الخيري؟ جمعية الشارقة الخيرية تعمل بعطاء المحسنين وعطاء أهل الخير وعطاء أهل الليادي البيضاء. الحمد لله امتد نشاط جمعية الشارقة الخيرية في أكثر من 110 دولة عبر مختلف قارات العالم. نعم. هناك جمعية الشارقة الخيرية بنت المساجد وبنت الفصول الدراسية، بنت المستوصفات الطبية، أقامت الحملات العلاجية لعمليات القلوب الصغيرة وعمليات العيون، قدمت إغاثات عاجلة للدول التي بها كوارث والتي يصيبها القحط. جمعية الشارقة الخيرية متواجدة أينما يتواجد الإنسان المحتاج، لذلك الحمد لله جمعية الشارقة الخيرية أنشطتها متعددة ومتنوعة بحسب احتياجات البلدان اللي نتواجد فيها. نعم، ما هي الجهات المشاركة وياكم في هذه الحملة؟ والله صراحة في الجهات كل من يتواجد على أرض دولة الإمارات هو مشارك لنا ويساندنا، سواء أفراد أو مؤسسات ودوائر أو شركات خاصة، كلهم يقفون مع مشاريع جمعية الشارقة الخيرية. وأنا في هذا الوقت توجه لهم التحية والاحترام والتقدير على جهودهم دائما في دعم مشاريع الجمعية والوقوف معها في أن نصل بتبرعاتهم وزكواتهم وأموالهم. نعم. إلى الناس الأكثر حاجة، إلى الفقراء والمحتاجين سواء داخل الدولة أو خارجها. الحمد لله. أستاذ علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الشارقة الخيرية، شكرا لك على المداخلة وكل التوفيق لكم في مبادراتكم الخيرية. شكرا لكم، مشكورين تلفزيون الفجيرة وجزاكم الله خير، دائما سباقين لعمل الله الخير. الله يحفظك. ونتمنى أنكم تكونون دائما مفاتيح للخير. شكرا. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ علي، وما قصرت على وجودك معنا عبر الهاتف. شكرا لكم. شكرا. شكرا جزيلا. برنامج القيادات الإعلامية الشابة بدورته الثالثة انطلق البرنامج صباح الأمس في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، ويهدف إلى إعداد جيل من القيادات الإعلامية الشابة العربية، ويستمر لمدة أسبوع، وأيضا سيشمل على محاضرات وجلسات لبعض الإعلاميين البارزين، وسيتمكن المشاركين من زيارة الوجهات الإعلامية في أبوظبي. المزيد في هذا التقرير التالي. القيادات الإعلامية العربية الشابة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يحرص على تقديم تجربة مهنية وتنفيذية للشباب في قطاع الإعلام، معنا مؤسسات الإعلام المختلفة، مؤسسات عالمية وإقليمية، وكذلك معنا مؤسسات أكاديمية يقدمون للشباب دورات حول الإعلام، حول التقنيات الحديثة، حول أهم التوجهات، وكذلك هناك زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية المختلفة. الحمد لله البرنامج من 2017 لين اليوم نشوف مخرجات نجاحات وقصص نجاح للشباب الإعلاميين. برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا البرنامج أسس وأتت فكرته في النسخة الأولى والنسخة الثانية والنسخة الثالثة، حالياً
من منطلق أن الإعلام يحتاج إلى جيل واعد ومستقبلي يمسك بزمام الأمور لكي يكون في أمان وسلام. نحن الآن في خضم هذه الفترات الصعبة التي تواجهنا في الشرق الأوسط وما بين التداخلات والتعقيدات والتشابكات الإعلامية المتصاعدة يوما بعد يوم، يكاد الوضع أن ينفجر. بالنسبة لي من دولة الجزائر أول مرة أشارك في مثل هذا البرنامج، وهو ضخم جدا، يضم أكثر من 105 شاب وكذلك 19 جنسية في دول مختلفة، فأكيد انطباعي راح يكون جميل جدا لأنه لم أرى مثل هذا البرنامج سواء تنظيميا سواء تفاعليا سواء قياديا، وهو برنامج القيادات الإعلامية الشابة هنا في دبي، فحقيقة العلامة الكاملة لكل المنظمين والقائمين على هذا البرنامج. والله الجلسة كانت اللي اليوم عملناها جدا تفاعلية، الطاقة اللي موجودة عند الشباب كتير حلوة وفي تفاعل كتير دائما وفي آراء جديدة، ففعلا كانت كتير حلوة يعني ممتعة. أي شيء في تدريب عملي، في جلسات عمل مع ناس ضمن القطاع بتكون غير عن الشيء الأكاديمي أو الشيء النظري، خلينا نقول فانه يكون عندهم هن فكره او خبره انه هن يعملوا شيء بايدهم من ناس عم يشتغلوا بالقطاع، فهو بضيف اكيد لتجربتهم الاكاديميه. هذه امنيتنا صراحه، لانه فعلا الشيء اللي شفناه اليوم كثير مميز من ناحيه المواهب اللي عندهم، من ناحيه الجراه، من ناحيه الثقه اللي موجوده فيهم هن عم يقدموا افكارهم، ففعلا بتمنى انه هذا الشيء ما يوقف بعد ما ينتهي البرنامج، بالعكس يعني في قيادات فعلا عم تبنى لقدام من خلال البرنامج. بصراحة مشاركتي بهذا البرنامج كانت فخر بالنسبة لي وفرصة كتير عظيمة إني أكون اليوم بدولة الإمارات بدبي وأبوظبي أيضا. بدبي حضرنا أكثر من ورشة وأكثر من محاضرة، شفنا عدة أشخاص، حضرنا ورشات بخصوص الأخبار الكاذبة. كان بالنسبة لي هذا الموضوع كتير مهم إنه إحنا نحكي فيه حاليا ونوعي فيه الشباب والجيل الصاعد حاليا، لأنه إحنا اللي رح نمثل الإعلام إن شاء الله بالمستقبل. أما بأبوظبي اليوم كان أول يوم لإلنا، كان اليوم ورشة بسيطة بس بصراحة كثير متفائلة إنه بقية الأسبوع يكون في عنا أيضا محاضرات تجذبنا وتخلي المعرفة عنا تزيد أكثر وأكثر. بالنسبة للشباب بهذا العمر الصغير لساتهم مقبلين على الإعلام، بيحاولوا يصنعوا بصمتهم وأثرهم بالإعلام، كثير مهم إنه إحنا نخلي فيه من أشخاص أصحاب الخبرة إنه هم يوعوهم ويخلوهم يمسكوهم الرسالة أيضا، إنه أنتوا خذ الرسالة واطلع فيها من ناحية خبرتي وثقافتي اللي أنا ماسكة بالإعلام وامشي بطريقك. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7x7، مكملين فقراتنا وياكم، لكن قبل ما لا نبدا بسال علي، جربت قبل العلاج الطبيعي ولا لا يا علي؟ جربته بصراحة وكان عندي، وبصراحة يعني لازم الواحد اللي بيخوض هذه التجربة أو يعني ملزوم إنه طبعا يروح يعالج، لازم يتحلى بالصبر وإنه يتأنى وما يستعجل على الجلسات، صح؟ عشان الجلسات يلتزم فيها ويتأنى وما يستعجل بسرعة على النتائج. نعم، بنتعرف على تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. تحت شعار الآلام المزمنة احتفى قسم العلاج الطبيعي والوظيفي التابع لمدينة الخدمات الإنسانية الأحد 8 سبتمبر باليوم العالمي للعلاج الطبيعي بهدف التوعية بالخدمات اللي يقدمها القسم وأهمية الحفاظ على الصحة العامة. للمزيد من تفاصيل معنا الأستاذ علي علام، أخصائي علاج طبيعي بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. يا هلا ومرحبا، حياك الله، سعيدين جدا بوجودك معنا. الله يحفظك. بداية نود طبعا التحدث معك عن هذا اليوم بشكل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي علام، أخصائي علاج طبيعي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ولي الفخر أن أكون ضمن فريق العمل التابع لمدينة الشارقة لما تقدمه من خدمات نوعية وتربوية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة. تعمل مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية منذ إنشائها سنة 1979 على تقديم خدمات تربوية وتعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية. وضمن رسالة المدينة أننا نحن نعمل معا من أجل نحن نعمل رسالة المدينة، عفوا، نعم تفضل، نعمل معنا لحد من الإعاقة بالتدخل المبكر والتوعية المجتمعية، ونعمل على احتواء وتمكين ومناصرة الأشخاص من ذوي الإعاقة
بالتأهيل والتوظيف والتمكين ليكونوا أشخاص مستقلين في المجتمع. فمن هذه الرسالة انطلقت أمس الموافق 8 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار الآلام المزمنة. كان الهدف من الحملة الشراكة المجتمعية ووصول لأكبر عدد من المجتمع وللتعرف على أهمية العلاج الطبيعي ودور العلاج الطبيعي في الآلام المزمنة. فالقسم عمل مجموعة من الفعاليات. الفعالية الأولى كانت خاصة بالنساء المصابات بسرطان الثدي ضمن مبادرة كونوا قوية، وهي تستهدف النساء المصابات بسرطان الثدي التابعة لأصدقاء جمعية سرطان الثدي بالإمارات. الهدف من المبادرة كان أهمية العلاج الطبيعي وعلاج الآلام المزمنة بعد عملية السرطان والعلاج الكيميائي، وتاني حاجة أهمية العلاج الطبيعي في تقوية عضلات مفصل الكتف والجذع نتيجة الإصابة، وتاني حاجة كان نوع من الدعم النفسي للسيدات. تم عمل مجموعة من التمارين وعلى الكرات العلاجية. نعم. دي المبادرة الأولى. المبادرة الثانية كانت تحت عنوان اسأل أخصائي العلاج الطبيعي. طبعا كلنا بنشتكي من الآلام المزمنة، سواء الجلوس لفترات طويلة أو نظام العمل. نعم. أو الوضعيات الغير صحيحة. فكانت المبادرة لموظفين المدينة على مستوى المدينة أن يسأل أخصائي العلاج الطبيعي عن أسباب ألم الظهر وعمل جلسات علاجية لألم الظهر. وإن شاء الله في المستقبل بتخصص رقم للتواصل ممكن من خلاله يتم التواصل مع الأخصائي. جميل جدا. أستاذ علي، هل المجتمع يمتلك الوعي الكافي بأهمية العلاج الطبيعي؟ يعني أنا في رأيي أن المجتمع يعني ما زال محتاج دعم وما زال محتاج توعية. عشان كده الحملات او الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي كان هدف منه نشر الوعي باهميه دور العلاج الطبيعي للمجتمع ككل. نعم، بالنسبه لاهميه العلاج الطبيعي كيف يساهم في استعاده، خلينا نقول شخص تعرض لشيء ما ويحتاج علاج طبيعي، او مثلا يعاني من امر ما نتيجه مثل ما تفضلت طبيعه العمل او وضعيات ربما قد اصيب بها ويحتاج لفترات علاج طبيعي، ما أهمية العلاج الطبيعي على المدى البعيد على الشخص؟ هو العلاج الطبيعي يعتبر يعني أسلوب حياة. يعني العلاج الطبيعي بيدخل في يعني عندنا مجال الأطفال، الأعصاب، العظام، بعد العمليات الجراحية، النساء، الحروق، فعلى حسب الإصابة فيؤدي دور العلاج الطبيعي. بس في مجمل العلاج الطبيعي بيعمل على تحسين الصحة العامة من خلال الوضعيات السليمة، بيعمل على تقوية العضلات، بيعمل على مرونة المفاصل، بيعمل على عمليات التأهيل ما قبل التأهيل وبعد التأهيل. هنقول مثلا مثال في العظام مثلا إصابات الرباط الصليبي. نعم. بيبقى فيه المريض بياخد علاج طبيعي قبل التأهيل، قبل الجراحة وبعد الجراحة. وهنتكلم أكتر في مجال الأطفال اللي احنا يعني أكثر متخصصين فيه. نعم. العلاج الطبيعي بالنسبة للأطفال من ذوي الإعاقة على حسب نوع او طبيعه الاصابه او المرض. يعني مثلا في حاله الشلل الدماغي العلاج الطبيعي له اهداف يؤدي الى تقويه العضلات، تعليم الطفل المهارات الحياتيه اليوميه، تعليم الطفل المهارات الكبيره زي الجلوس، زي الحبو، زي المشي، زي الوقوف، على حسب الاصابه. بس مجمل العلاج الطبيعي اسلوب حياه. نعم، شو الخدمات والفعاليات اللي قمتوا فيها في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية؟ أنا قلت فعاليتين، فعالية كونوا قوية ده خاصة بالنساء المصابات بسرطان الثدي. نعم. وفعالية تانية اسأل أخصائي العلاج الطبيعي. نعم. ده خاصة بالموظفين، وإن شاء الله فيما بعد ممكن تعمم على الجمهور بإذن الله. الفعالية التالتة اللي هي صحتك تهمنا. نعم. وهي موجهة بالأخص للشريك اللي هو الاستراتيجي اللي هو أولياء الأمور، نتيجة أولياء الأمور يعني نتيجة الوضعيات الخطأ أو نتيجة حمل الأطفال، لأن الأطفال ذوي الإعاقة محتاجين يعني مجهود زيادة، فمعظم الأهالي بيصابوا بآلام أسفل الظهر. فإحنا عملنا لهم محاضرة توعوية عن أسباب آلام الظهر وكيفية العلاج. نعم. وتجنب الوضعيات المخطئة أو الخاطئة اللي ممكن تأثر
على او تؤدي الى الاصابه بالامراض المزمنه. نعم استاذ علي، ما هي الافكار الخاطئه والشائعه عن العلاج الطبيعي؟ والله حضرتك سالت سؤال يعني في الصميم. العلاج الطبيعي دائما مرتبط في اذهان الناس بالمساج. ويعني العلاج الطبيعي زي ما قلنا علم كبير وفي كذا فرع، لكن الناس او يعني يمكن ده قله وعي من الجمهور، وده دورنا احنا ان شاء الله ان احنا ننشر الوعي للجمهور. العلاج الطبيعي مرتبط بالمساج، يعني اقول لك علاج طبيعي مساج، لان العلاج الطبيعي فيه ادوات وامكانيات غير المساج. المساج ممكن يكون يعني يعني جزء صغير وممكن نعم. يستخدم في الجلسه العلاجيه، ممكن اساسا ما يستخدمش، بس الناس يعني وفي برضك يعني يعني مشكله بين او مش مشكله يعني سوء فهم بين العلاج الطبيعي والتربيه الرياضيه. نعم. او بين التمرينات العلاجيه اللي هي للاطفال من ذوي الاعاقه او المرضى والتمرينات الرياضيه اللي هي للاطفال الاصحاء. نعم. نعم. استاذ علي، يستخدمون في العلاج الطبيعي في بعض الاحيان هذه الاحجار السوداء، ليش؟ احجار السوداء؟ هذه لا هذه مش العلاج الطبيعي اتوقع. لا في بعض الاحيان في العلاج الطبيعي ايضا دي ممكن يكون من مراكز متخصصه ربما. احنا اساسا شغالين او متخصصين في مجال اطفال من ذوي الاعاقه، تقديم خدمات الاطفال بس، فممكن دي يكون في مراكز خاصه مثلا. نعم. بالعظام. نعم. او بالتجميل، لكن احنا عندنا اظني في عظام الظهر في العظام. اظني نعم اظني في العظام. لكن احنا في الاطفال تعم اطفال بنعتمد على الأجهزة. لا العلاج اليدوي. نعم. بدايه من التشخيص والعلاج ووضع المشكلات عند الطفل، نبدا نحط الخطه العلاجيه. نعم. وممكن الاجهزه المسانده معانا زي العلاج الكهربائي او الكمادات الحراريه او العلاج الكهربائي والكمادات الحراريه وشمع البرافين، دي يعني ادوات بتساعدنا في الجلسه العلاجيه. نعم. شاكرين لك وجودك معنا الاستاذ علي علامه اخصائي علاج طبيعي في مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه. ما قصرت. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن فاصل ونواصل، خليكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، وصلنا لفقرتنا الأخيرة وختامها بتكون مسك مع آلة موسيقية، وهي آلة وترية شائعة تستخدم في العزف المنفرد لمصاحبة المغنين، وفي أيضا وثائق مؤكدة بأن آلة الجيتار مو جديدة نسبيا ولكن لها جذور قديمة جدا. أكيد للحديث أكثر عن آلة الجيتار واليوم نستمتع بنغماتها الجميلة مع الأستاذ أسامة أحمد البديوي، معلم تربية موسيقية مدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي الثانوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. الله يكرمك يا رب. الله يحفظك. بداية يعني ما شاء الله أو العرب عرفوا بالآلات الوترية. نعم. ولكن هذه معروف عنها أن آلة وترية غربية. نعم. فخبرنا عن تاريخها شوي. والله الجيتار آلة غربية، المنشأ بتاعها أسبانيا، تتميز بست أوتار، ثلاثة معدن وثلاثة من البلاستيك. طبعا لا عذوبة ألحانها ورقة موسيقى فيها، وفعلا يعني الآلة بتحاكي الحالة النفسية للبني آدم. نعم. الإنسان يعني حالة الحزن وحالة الفرح وحالة الحب كل الأحوال. يعني الجيتار طبعا معروف يعني عنه كده. نعم. الإحساس المرهف والرقة والحاجات الجميلة يعني الرومانسية. أستاذ أسامة أنا ما بسأل الحين، أنا نعم. أبغى أسمع الشيء على آلة الجيتار. شو رأيك؟ يلا نبدأ. الجيتار زي ما احنا شايفين اهوت، ديت حاجات حزينة اهي، اسبانيول حاجات اسبانيش. تمام. نعم.
نعم. أنا يبالي كم سنة لين ما أسوي هذه الحركة أظني كم سنة صح يعني؟ نعم لا أنت بس بتاعه ما كم سنة بتاعه صعب جدا يبالك كم شهر كم شهر؟ صديق. لا والله سنوات صعب جدا فعلا لا ما شاء الله عليها ذكية يعني أعتقد القفط على الطائرة يعني برضه يعني ما شاء الله أنا واحد حابب الحاجة بتعلمها فعلا خلينا نروح نتطرق لأنواع الآلات الوترية الوترية خلينا نتكلمها في طبعا العود في الجيتار في البزغ أتوقع البزغ ده اي نعم أنواع الآلات هذه وأين إلى أين تعود يعني وأين أصلها العود طبعا معروف أنه آلة شرقية لأنه بيعزف الربع تون نعم ربع تون يعني ربع نغمة نعم التون يعني نغمة ربع يعني إيه ربع ربع نغمة نعم نصف تون يعني نصف نغمة جميل فالجيتار عندنا هنا بيعزف نصف تون نعم. لأنه آلة غربية الآلات الغربية كلها زي البيانو زي الكمان الحاجات كل الآلات دي بتعزف إيه نعم. نص نص نغمة أما الآلات نعم. الشرقية بنطوحها على اللي فيها الشجن والحاجات الجميلة دي نعم. تبقى ربع تون نعم. ده بالنسبة للعود بالنسبة للعود أما بالنسبة للجيتار نصف تون نعم. أستاذ أسامة من العازفين الجيتار اللي أنت تأثرت فيهم القدامى والله أنا من ساعة ما طلعت وحبيت الجيتار من صغري عمر خرشد الله يرحمه ده نعم. يعني من أشهر عازفين الجيتار في مصر وفي الوطن العربي كله نعم. بس بيطلقون عليهم ملك الجيتار نعم. فحبيت الجيتار بصراحة لو تسمعوا ألحان طب نسمع شيء من معزوفاته أو المعزوفات اللي أنت حافظها يعني الواحد مثلا يعني إيه دي مقدمة أنت عمري بالنسبة لي طبعا المعزوفات اللاتينية دائما نحن نسمع الجيتار مرتبط بالمعزوفات اللاتينية نعم هل هي يعني مرتبطة أكثر بهذا الشعب أو هذه الرقعة الجغرافية نعم أم هي آلة الجيتار معروفة لدى شعوب عديدة لا والله هو الشعوب عديدة بتستخدمها على حسب يعني في اللي بيستخدمها مثلا موسيقى الجاز نعم زي اللي انا عملتها في الاول ديت وفي ميلودي اللي هي اللحن اللي هي العاطفي زي اللي انا عزفتها المقطوعه الثانيه بتاع انت عمري لأم كلثوم بيستخدموها في الاوركسترا السيمفوني برضه بيستخدموها في الموسيقى العربيه برضه بتقول حاجات منفرده لوحدها سولو لوحدها فهي جميله آلة جميله يعني لا غنى عنها طبعا عن وبتدي للحن طابع جميل ما شاء الله عليه هل يقدر الفرد أنه يتعلم طريقة عزف الجيتار بمفردة أو بروحه خاصة أنه أصبح اليوم على اليوتيوب في طرق تعليم كيفية مسك الجيتار والأوتار نقدر ولا لازم المفروض يكون في معلم خاص أمام طبعا وممكن الواحد يتعلم أشياء بسيطة لوحده نعم. لكن التكنيشن دي لازم مدرب نعم. أنا جربت كده وجربت كده فلازم مدرب لازم يعرفك الحاجات الفنيات اللي في الآلة بحيث أنك تعرف تعزف وتعرف تمسك الآلة نعم. يعني حتى مسكة الآلة لها مسكة معينة يعني الجيتار كده لازم يبقى زاوية 45 اللي العود يبقى لتحت خدت بقى حضرتك فلازم اللي الواحد يبقى مسكته للجيتار صح ويعرف ويعفق الآلة صح
اسمها عاف انه تمسكها كده هوت وتشد الاوتار والاوتار لا ظابطه طبعا كل وتر من دولت لازم بيتظبط يعني في جهاز هنا بيظبط الجيتار نعم وممكن على الاوزون برضه الواحد يظبطه نعم كدا. بالنسبه للجيتار الالكتروني او الكهربائي الالكتريك اي نعم شو الفرق بينه وبين الجيتار والله هو ده جيتار يمشي الاثنين ده سبانيش يشتغل كهرباء ويشتغل الكتريك اما الالكتروني بيبقى صوته يعني بيبقى حاد شويه رفيع شويه نعم. اما الاسبانيش الخشب بيبقى الصوت طالع من الصندوق هو بتاعه هو هذاك يعني اكثر في البيز يعني ممكن يستخدم في البيز وفي الليد الليد زي ده حضرتك البيز بيبقى صوته ايه بيبقى صوته اجاش كده نعم بيبقى صوته ايه جاف كده يعني ناشف كده يعني. ده بالنسبه للجيتار الكهرباء والجيتار الخشب نسمع شيء ماشي يلا نسمع شيء يعني نعم. يعطيك العافية نحن أكيد سعيدين جدا بوجودك معنا واليوم ما شاء الله نحن نشوف وجود أكاديميات موسيقية طبعا ومؤسسات يعني تدعم الموسيقى نعم. كيف ترى إقبال الشباب وأيضا المجتمع بشكل عام على مثل هذه الفنون لا والله أنا شايف الإقبال للشباب كبير كثير يعني وما شاء الله عليهم بيحاولوا يتعلموا نعم. وبالنسبة في المدرسة برضك وبالنسبة كشغل في المدرسة الطلبة بتحب تتعلم الجيتار وتتعلم آلات نعم. الأورج والحاجات اللي هي اللي فيها تكنولوجيا حديثة دي. نعم يعطيك العافية الأستاذ أسامة أحمد بدوي معلم تربية موسيقية مدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي والثانوي شكرا جزيلا لك الله يحييك شكرا لك أستاذ أسامة يعطيك العافية الحين يا علي لختام حلقتنا اليوم وأكيد نقول للمشاهدين إن شاء الله نلقاكم باكر بإذن الله تعالى في نفس الموعد كونوا معنا لا تنسون تريونا باكر مثل ما قال علي وفي أمان الله